الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود، أو 20، تأكد إن شاء الله تعالى مع الأسانيد يعني. وكنا انتهينا إلى ما قبل باب من روى أن المستحاضة، أو من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة، أم أنها تتوضأ لكل صلاة، أم أنها تغتسل لتجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وكان آخر الأحاديث التي قرأنا حديث زهير بن حرب، آخر حديث قرأناه، وفي هذا في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو يعني فيه ضعف، لكن ذكرنا أن هذا الحديث تضمن خيارين، أو يعني بعض ما تختار المستحاضة، فاختارت أن تغتسل لأن تجمع بين الصلاتين والصلاتين، ثم تغتسل للفجر أيضا، فهي تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر لتصلي به، لأن الفجر لا يجمع مع غيره. وأن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا أعجب الأمرين إلي. ذكرنا أن هذا فيه الضعف المذكور، وتتمة الكلام إن شاء الله تعالى يظهر معناه. قال أبو داود: رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال: قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الثاني هو الأرجح، أن أعجب القولين أو أعجب الأمرين أو الاختيار واقع من المستحاضة لا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا، وذكره يحيى، ذكر عن يحيى بن معين، ولكنه كان صدوقا في الحديث. ذكرنا أنه إذا كان الراوي عنده بدعة وكان معروفا بالأمانة والصدق، فإن هذا لا يؤثر، إذا كان معروفا بالأمانة والصدق لا يؤثر في حديثه. أما إذا كان ليس معروفا بالأمانة والصدق وكان يروي من الحديث ما يدعم به مذهبه ويعرف منه أنه يعني يميل بمثل ذلك، فهذا يضره. فإقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. المركن ماذا قلنا فيه؟ هو إناء كبير تغسل فيه النساء ثيابهن، وربما يكون تستعمله النساء تجلس فيه إذا أرادت اغتسال أو أرادت نعم. قوله هنا نعم اللجن كبير نعم. قال هنا: استحيضت 7 سنين، استحيضت 7 سنين، يعني 7 سنين وهي ماذا تنزف الدم، وكانت تظن نفسها بذلك حائضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاها بأن هذا ليس حيضا وأنه عرق، يعني أنه نزيف.
كانت عندما تغتسل في هذا المركن، هذا اللجن الكبير، تعلو هذا اللجن الحمرة، يعني من إيش؟ من الدم، كثرة الدم الذي كان يسيل. وقال لها: ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. هل قال لها اغتسلي وصلي يعني كل صلاة تغتسل؟ هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، وبناء على هذه الاحتمالات وقع الإشكال في هذا الأمر. هل المستحاضة مأمورة بالاغتسال عند كل صلاة؟ طبعا راجح أن لا، لكن هذا هو موضع المعركة في هذا الباب، ينظر فيه إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب، أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. هل هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها تغتسل لكل صلاة، أم أنه فهم لها؟ طبعا مع ضعف هذا الإسناد أن فيه عنبسة، لكنه يعني موافق لما ورد عن هذه الصحابية أنها كانت تغتسل لكل صلاة. هل هذا هو الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه فهم لها اختارته هي؟ هو فهم لها، الظاهر الثاني. نعم. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثنا أو حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث، قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود: قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك روى معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر عن عمرة عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه. نعم. الآن كل هذا الذي ذكره أبو داود فيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتصلي، هذا هو المعنى، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. فيه فرق ولا لا؟ فيه فرق. الفرق أنه أمرها أن تغتسل وتصلي، يعني أنك أنت انتهيت، أنت لست حائضا، اغتسلي وصلي، يعني أن اغتسلي من حيضك، وهذا هو المتوقع، اغتسلي من حيضك وابدأي بالصلاة. هل معنى ذلك اغتسلي وصلي لكل صلاة غسلا؟ ليس هذا هو معناه. هذا هو، ولاحظ مرة معنا كم واحد روى عن الزهري هذا الحديث من غير أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. كل من روى عنه أبو داود هذا الحديث فيما سبق كلهم رووه بدون ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. جميل. إذن هناك أيضا من روى الحديث من غير ذكر الغسل، فإما أمرها أن تغتسل وتصلي مطلقا، وهذا معناه أن تغتسل مرة واحدة، أي عن ماذا؟ عن حيضها الذي كانت حاضر، تغتسل مرة واحدة وإذا بها قد طهرت وتصلي. وهناك من روى الحديث من غير ذكر الغسل كما ذكر هنا. طيب. قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. إذن هنا الإشكال وارد في ماذا؟ لأنه هل هي فعلت ذلك طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتكون المستحاضة مأمورة بالصلاة بالغسل لكل صلاة، أم أنها اختارت هذه الصورة وفعلت؟ وعلى شك أن الصورة الأولى فيها مشقة، فيها حرج، والصورة الثانية أنها اختارت لنفسها أن تفعل ذلك، فلا مانع من فعلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك رواه الأوزاعي أيضا، قال فيه: قالت عائشة:
وكانت تغتسل لكل صلاة. وكانت أو فكانت. وهذه الرواية وأمثالها يشبه أنه يبين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أمر. لماذا؟ لأنه لماذا تذكر عائشة أنها كانت تغتسل لكل صلاة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك؟ يعني ما الفائدة من ذكر أنها كانت تغتسل لكل صلاة؟ فقط التقرير مثلا أنها قررت أنها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المتوقع من مثل هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا مثلنا، هؤلاء إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قادوا، لا يخالفون عن أمره. لكن هذا فيه إشارة، يعني ربما يعني إذا بحث الإنسان عنها وجدها أنها اختارت صورة لم تؤمر بها. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر المحقق في حاشية الكتاب تعقيبا على قوله عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عروة وعمرة، قال على حاشية صاد عند ابن داسة وابن الأعراب وابن العبد عن عروة عن عمرة، وعلى حاشية كاف أورده في الأطراف في ترجمة عروة عن عمرة عن عائشة بالإسناد المذكور، ثم قال هكذا رواه أبو الحسن ابن العبد وأبو سعيد ابن الأعرابي وأبو سعيد ابن الأعرابي وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود، ووقع في رواية الخطيب عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وكذلك ذكره أبو القاسم في أول ترجمة الزهري عن عروة عن عائشة ولم يذكره في هذه الترجمة. يعني لم يذكر عمرة. صحيح أن عروة رواه عن عائشة وعن عمرة عن عائشة، هذا الظاهر والله أعلم. وأظن أن رواية الهروي عن كما هي في متن الكتاب وهو المعتمد. عندك شيء في هذا؟ لا. إذا المعتمد ماذا؟ عن عروة وعمرة. أن ابن شهاب رواه عن عروة ورواه أيضا عن عمرة، وعروة رواه عن عائشة، وابن شهاب رواه عن عمرة عن عروة وعن عمرة عن عائشة. إذا قال عن عروة عن عائشة لم يختلف. يعني إذا قال عن عروة عن عائشة ما المشكلة؟ إذا كان لي أنا شيخان في رواية عن شيخهما، فأحيانا أذكر شيخي عن شيخهما وأحيانا أذكر أحدهما فقط، ما المانع؟ لا إشكال. لكن المشكلة في رواية ابن داسة، وظن ابن الأعرابي كأنه أنه جعل عروة راويا، يعني جعل عروة واسطة بين الزهري وبين عمرة، جعل عروة واسطة بين الزهري وبين عمرة، وهذا ممكن لكن على بعد، لأن عروة كان قد أخذ جميع حديث عائشة تقريبا، حتى إنه قبل وفاتها بثلاث سنين كان يقول لو ماتت عائشة الآن لم أخسر من علمها شيئا، كان استنفذ ما عندها من العلم. فلذلك يجوز أن يكون وقع هذا لكن على بعد. لماذا نحن نختار رواية الهروي؟ عفوا أنا قلت لؤلؤي. لماذا اخترنا رواية اللؤلؤي؟ لأنه كان آخر ما من روى عن أبي داود، واختار أبو داود هذه النسخة بالذات أو هذه الرواية بالذات فكان رواها، ولذلك هي المعتمدة، هي آخر ما كان تكلم فيها أبو داود، آخر عرضة يعني خلينا نسميها إن صح التعبير. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. نعم، لاحظ هنا فأمرها بالغسل لكل صلاة، هذا صريح في ماذا؟ في أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، والحمل فيه على محمد بن إسحاق، لأنه أولا ليس حفظه بذاك وهو في نفسه صدوق، وكذلك مدلس، وهنا عنعن، فلا يوثق بمثل هذه الرواية في مثل هذا الموضع، وبالتالي فيحمل فيه، ولم يوافقه في رواية عن الزهري إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. تفضل. قال أبو داود ورواه أبو الوليد
ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد. نعم، صحيح أن كل من أبي الوليد، طبعا أبو الوليد أبو داود الطيالسي وهو من الأئمة الأجلاء كبار، لكن مع ذلك أخذ عليه الخطأ في بعض الصور، في بعض الأمور أخذ عليه الخطأ، ويبدو أن هذا مما أخطأ فيه. أبو داود لم يسمع هذا الحديث من أبي داود الطيالسي، لكنه ثابت عن أبي داود الطيالسي من روايته عن سليمان بن كثير عن الزهري. وسليمان بن كثير هو في نفسه أيضا يعني عنده بعض الخطأ، والشاهد من كلام أن هذه الرواية أيضا لم تسلم كما لم تسلم السابقة. فنحن ذكرنا عن الزهري أو ذكر أبو داود، وغير أبي داود ذكر جمعا كثيرا جدا يروون هذا الحديث من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لكل صلاة، وهذا يعني أنه وقع الخطأ في هذا الحديث من رواية أبي داود الطيالسي عن سليمان بن كثير. وأما قوله رواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضأ لكل صلاة، دل ذلك على أن سليمان بن كثير ربما، لأنه هو الذي يمكن أن يكون وقع من الخطأ، ربما كان يرويه هكذا ويرويه هكذا، وبالتالي لا يوثق بما جاء من هذا الوجه، هذا اضطراب. طيب، لكن مع ذلك أبو داود حمل الخطأ في هذا الحديث إلى حمل الخطأ في هذا الحديث لمن؟ لعبد الصمد. قال وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي داود. ومعنى ذلك أن أبا داود الراوي عن سليمان بن كثير أصح رواية وأحفظ لحديث سليمان بن كثير عن الزهري، وهذا الكلام في أصله صحيح لا شك فيه، يقدم أبو داود بجلالته وحفظه على عبد الصمد، لكن مع ذلك نحن نعرف أنه أن أصل الرواية عن الزهري غير محفوظة، وأن الزهري لا يروي الحديث بهذا اللفظ. هنا المشكلة، وهل سليمان بن كثير يقاوم رواية الأثبات، رواية الحفاظ؟ أولا هم في أنفسهم حفاظ أثبات متقنون، ثانيا هم كثر، هم كثيرون، وبالتالي فإذا وقع الخطأ هنا في إسنادين. إسناد الأول السابق وهو محمد بن إسحاق ابن يسار عن الزهري، والثاني أبو الوليد الطيالسي، كل منهما أخطأ في روايته عن الزهري، والله أعلم، هذا الظاهر في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين. طيب، هنا أمر لعله لا بأس يعني، وذكر المحقق في هذا الموضع يبدو فيما يعني ما يتعلق بهذا، قال في هذا الموضع ورواية أبي داود أبي الوليد أنا قلت أبو داود أبو الوليد الطيالسي، ورواية أبي الوليد الطيالسي غير محفوظة، فقد رواه مسلم ابن إبراهيم يعني فراهيدي، قال عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزهري، يعني أن سليمان بن كثير جاء عنه أنه، لاحظ كم رواية صارت، سليمان بن كثير فيه عنه أنه تغتسل، أنه أمرها تغتسل لكل صلاة، وفيه أنه تتوضأ لكل صلاة، وفيه أنه أمرها أن تغتسل وتصلي، فماذا؟ فكانت تغتسل لكل صلاة. ثلاث روايات عن سليمان بن كثير كلها عن من؟ عن الزهري. طيب ماذا نفعل؟ نقول أي الروايات التي وافق فيها، ومن الذي روى عنه هذه الرواية اللي هو مين؟ قلنا إحنا إبراهيم، مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، هذا ثقة مأمون، يقول ابن حجر ثقة مأمون فيه،
فمثل هذا أيضا لا ينقص يعني عمن تقدم ذكرهم. وبالتالي فماذا نفعل؟ نقول رواية سليمان بن كثير مع الجماعة، رواية سليمان بن كثير مع الجماعة موافقة للجماعة هي أفضل وأوثق وأحفظ من روايته المخالفة للجماعة، طالما أن نفس الراوي ولاحظ اضطربت الرواية ثلاث روايات عنه عن الزهري. قال عن عروة عن عائشة صحيحة أخت زينب بنت جحش 7 سنين فذكره ولم يقل فيه أمرها بالغسل لكل صلاة، ثم قالوا وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري. ورواية محمد إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة. قلنا رواية الزهري سلفت بكذا، هذا الكلام المحقق واضح الكلام إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، إنما هو عرق أو قال عروق. قال أبو داود: وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا، قال: إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. نعم يعني عن علي وابن عباس رضي الله عن علي وعبد الله والعباس، هذا المقصود به رضي الله عنهم، وعلى رضي الله عنهما اعتماد الإضافة فقط. طيب، هذا الإسناد فيه أم بكر، وأم بكر هذا مجهولة فلا يعتمد على هذا، يعني هذا إسناد ضعيف، انتهت القضية. وأما قوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، يعني في وقت الطهر، يعني بعد الحيض. والأصل أن كل ما تراه المرأة بعد الطهر، يعني ما تراه في غير وقت الحيض وتعرف في وقت حيضها وطهرها، انتهت القضية، ما في مشكلة. لكن المشكلة إذا استمرت ولا تعرف ولا تميز، هنا تقع المشكلة. لكن إسناد كما ذكرنا ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. نعم، لاحظ هنا حرص شعبة عن في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما سبق الإشكال الوارد في رفع شعبة ووقفه الحديث، ترون؟ من يذكر؟ تفضل. شد، نعم، تلاميذ شعبة ماذا يفعلون؟ يقول له: حديث مرفوع ولا موقوف؟ تلاميذ شعبة يعني معروفون بالاهتمام وكذا، وهو كان هو الذي علمهم هذا الاهتمام، فيسألونه مرفوع ولا موقوف، فكان أحيانا من شدة ما يشددون عليه يقول: يا ليتني ما رأيت الحديث، لو أني عمرت عمر نوح وما رأيت هذا الحديث. فلذلك كان شعبة أيضا ماذا يفعل؟ يفعل هكذا بشيوخه، فيقول لعبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن القاسم تابعي صغير، يعني هو لقي صغار التابعين، لقي صغار التابعين، ووالده القاسم تابعي من طبقة الوسطى من التابعين. فشعبة يقول لشيخه عبد الرحمن:
يقول له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حدثت، أو أنه أمرت، هي أمرت. طيب من الذي يأمرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بعبد الرحمن بن القاسم عنده ذلك الورع نفسه. الآن لو جئت لأي واحد من الذين يعني يدرسون الأصول، أصول الفقه، أو حتى من أهل الحديث، ومن غير أن يرد هذا السؤال من شعبة لعبد الرحمن بن القاسم، اسمع لفظ الحديث. قال فأمرت أن تعجل متى هذا الكلام؟ قال استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن هذه حمنة بنت، أن هذه أم حبيبة بنت جحش، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأفتاها. لكن الآن لو أننا بمعزل عن هذا، جميل، واحد من هؤلاء الأصوليين ولا إلى آخر الذين يدرسون أو يدرسون الحديث، أقول لك فعل ذلك، أمرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل، فماذا تفعل؟ فورا سيقول إن هذا في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه طبعا لا نستطيع أن نجزم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة حكم المرفوع في هذا أقوى من أن لا يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع فيه أمرت، والأمر في ذلك الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هي صحابية. طيب اثنين، لما تقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها، ومع ذلك في النهاية يا عبد الرحمن الآن أنت خايف من مين؟ من شعبة، أنه ما يبين أنه مرفوع ولا غير مرفوع، فشيخه عبد الرحمن فعل نفس الشيء. إيش قال؟ أنا لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت لك النبي. طب ماذا فعل؟ إذن هو يذكر كما أنا هكذا سمعته، أنا سمعت حديث أمرت، أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خلاص هذا يدل على إيش؟ كم كان عند هؤلاء الورع لا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعوا أنه، يعني ما يجتهد. قلت ولا مين اللي بيأمره غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي؟ خلاص وكل الله هو النبي عليه الصلاة والسلام ومشيت الأمور. لا، هؤلاء حتى تعلموا كم كان أصحاب الحديث حريصين، عندهم حرص شديد، لكن من حيث الحكم الشرعي تثبت حكم الأحكام الشرعية بهذا ولا لا؟ تثبت. وهو في حكم المرفوع ولا ما هو في حكم المرفوع؟ هو في حكم المرفوع لا شك في ذلك، ونحن نعلم أنه مرفوع، لكن من ليس من ليس من رواية مين؟ ليس من رواية عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة. نعم، ارفع صوتك. نعم، هذه نسخة أخرى، لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وين النسخة هذه؟ اذكر يا عندك موجود تفسير الشيخ؟ ما عندي نسخ. وين النسخة هذه؟ شو ايش رمز لها؟ طيب العون الهندية الا وضع عليها نون نسخة، يعني هذه اخواننا نسخة، لكن هذه النسخة هذه لا اظن نسخة الاعرابي بالشيخ. ايش جنب النون جنب النسخة؟ ايش في حرف جنب النسخة؟ نون فقط؟ على كل حال احتمال تكون هذه نسخة الأعراب، لكن هي ليست الراجحة. الراجحة النسخة التي اعتمدنا عليها، وقوله لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لك فقط إيش؟ فقط أمرت. ماذا فعل هذا التابعي؟ التابع التابعي الصغير حدث كما حدث ولم يزد ولم ينقص. نعم، قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. نعم، ايش في هذا الاسناد؟ ايش محمد بن القاسم؟ ما محمد بن القاسم؟ يقول محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد ايش؟ نفس المشكلة طبعا سبق معنا نحن شبه هذا، لكن ذاك رواه عن مين؟ عن الزهري، وهنا رواه عن
عن عبد الرحمن القاسم. نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود: رواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود: زاد عثمان: وتصوم وتصلي. طبعا هذا الإسناد ضعيف، فيه ضعيفان شريك وأبو اليقظان، شريك عن أبي اليقظان وأبو اليقظان كذلك ضعيف واختلط وتغير ومدلس، مشكلة يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. كمان شيعي كان يغلو في التشيع، هذه يعني زيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها، قال: ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. نعم، هذا اللفظ: ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، هل معنى ذلك أن تغتسل وتوضأ لكل صلاة، ولا تغتسل يعني من الحيض عندما تبدأ الاستحاضة؟ واضح؟ إذن هي تغتسل أي عندما تبدأ الاستحاضة ثم تصلي لكل صلاة. طيب، صلاتها لكل صلاة إذا كانت مستحاضة فقط يعني كلما نزل منها الدم، لأن نزول دم الاستحاضة مبطل الوضوء. أما إذا كانت الاستحاضة كما هو الحال مع أمي حبيبة بنت جحش أو بنت جحش، ماذا تفعل؟ قلنا تتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل وقت الظهر تتوضأ، فإذا نزل الدم لم يضرها ذلك، وتستمر بذلك الوضوء إلى أن يدخل وقت الصلاة الذي بعده ما لم ينقض وضوءها ناقض آخر غير الدم، لأن هذا الدم صار يعني مستمرا عليها، فهي تتوضأ لكل صلاة أي لكل فريضة، يعني توضأ للظهر ولها خيار في أن تغتسل للظهر والعصر فتجمع الصلاتين بطهارة واحدة، تغتسل للمغرب والعشاء تجمع الصلاتين بطهارة واحدة، وتغتسل للفجر، هذا خيار من الخيارات الممكنة أو يعني المتاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة: تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. نعم، هذا موافق لما سبق، مع أن الحجاج بن أرطاه مدلس وقد عنع، لكنه موافق لما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت
والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث هكذا. لا، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص عن حبيب فاصلة منقوطة، حط عندك فاصلة منقوطة. نسمعه، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص. قال ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص، وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب مرفوعا، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش. أسباط عن الأعمش موقوف، موقوف على عائشة، بس هو أسباط وليس أسباط. عندي أسباط منعها من الصرف هذا، عندي وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش، أوقفه أيضا عندك موقوف، موقوف وأنكر حفص بن غياث الحديث حبيب مرفوعا، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش، هكذا في العون أيضا. يعني كأنه يقول، يعني هذه التي كان يقول فهو موقوف عن عائشة. قال أسباط أصرفها، ما في مشكلة، أسباط صرفته، ما صرفته أمره هين، أمره هين من أيام صحيح مسلم إذا كنتم تذكرون. وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة توضأ لكل صلاة، ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة، وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بن هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس الغسل. نعم، وهذا موضع خلاف كما ذكرنا، ويبدو أن الإمام أبا داود مال إلى صحة حديث الغسل، وغيره مثل الإمام البيهقي رحمه الله مال إلى صحة حديث الوضوء، والظاهر أن الظاهر والله أعلم أن الراجح مع أبي مع البيهقي. أما قوله هنا ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب، إيش حديث الأعمش عن حبيب؟ وهو حديثه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وتكلموا في رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة، والصحيح ثبوته، والصحيح ثبوت رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة، فإذا ثبت هذا انتفت المشكلة وبقي الحديث ثابتا. فحديث ثابت، حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ثابت، وبالتالي بقي هذا الحديث كما أشرنا فيما سبق، ثم اغتسلي أي غسلا واحدا للحيض ثم توضئي لكل صلاة وصلي. هذا هو الحديث الفيصل، وليس ضعيفا، وإن كان أبو داود رحمه الله رأى ضعفه لأنه كان مختلفا في رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة. هل حبيب بن أبي ثابت يروي عن عروة؟ هل هو متصل؟ الظاهر والله أعلم أنه إيش؟ أنه متصل. نعم. باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. لاحظ الباب السابق إيش؟ من طهر إلى طهر، وهنا يعني كل يوم مرة، كل 24 ساعة مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة،
فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر. وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالك: إني لأظن حديث سعيد بن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم أو الوهم دخل فيه. ورواه مسور، ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع من ظهر إلى ظهر، فلقنها الناس من طهر إلى طهر. طيب، يعني في بعض النسخ ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر، قلبوه جعلوها من ظهر إلى ظهر، وفي هذا الموضع فلقنها الناس، وبعض النسخ فقلبها الناس، يعني كلام متقارب، ما في مشكلة في هذا وذاك. لكن هل الجادة من ظهر إلى ظهر أم من طهر إلى طهر؟ يعني عندما تنظر قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب، يعني سياق الحديث يميل فيه الإنسان إلى أنه يعني كل يوم. أضف إلى ذلك أنه روي عن غير سعيد بن المسيب ممن هم من شيوخه أو من من هم في أقرانه في العلم. عبد الله بن عمر وإن كان صحابيا إلا أنه كان يرجع إلى سعيد أحيانا فيما يذكره، وكان من أحفظ الناس لمذهب عمر سعيد بن المسيب، وإن كان في روايته عن عمر كلام، إلا أنه كان أحفظ الناس لحديث عمر، يعني سعيد بن المسيب كان أحفظ الناس لحديث عمر، مع أنه الظاهر أنه لا تثبت روايته عن عمر، وكان حتى عبد الله بن عمر أحيانا يرجع في روايته عن عمر له. وبالتالي فهم يعني خلينا نقول يعني زمالة العلمية والتقارب العلمي لا يمنع أن يكون ذلك. وروي عن ابن عمر وأنس بما تغتسل من ظهر إلى ظهر، هذا أيضا موافق لما كان عليه. وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم، بدل يعني رواية داود هذه الذي قال فيه قال وكذلك روى داود وعاصم، داود هذا بالذات روى كل يوم، كل يوم في مجال تحول إلى طهر إلى طهر لا مجال. وبالتالي هذا يدل على أن كلمة الظهر هي المقصودة. وكذلك رواية عاصم جاءت عند الظهر، عند الظهر يعني وقت الظهر، لكن هذا غير ملزم، كل هذا غير ملزم، ومع ذلك فهو لا يخالف رواية أنها تتوضأ لكل صلاة، ولا يخالف هذا، لكن يزيد على هذا إيش؟ أنها تغتسل كل يوم. فإن قيل لماذا تغتسل كل يوم، لماذا تغتسل للصلاتين، يعني تحتاج إلى ثلاث أغسال أحيانا، لماذا؟ هذا من باب الإمعان في الطهارة، لأن المرأة إذا كثر منها الدم هكذا فأوشك أن تمتلئ دما. إذا قلنا لها توضئي لكل صلاة فنحن نحتاج أنه في كل وقت يدخل أنها تغسل ما أصابها من الدم، ثم تستثفر تضع الحفاظة وتمنع الدم من الخروج، توضأ لتلك الصلاة وتصلي بذلك الوضوء ما شاء الله لها أن تصلي حتى يدخل وقت الصلاة. فإن دخل وقت الصلاة الثانية أوشك أن تكون قد امتلأت دما من شدة ما أصابها من الدم، فلا يبعد أن يقال لها اغتسلي، اجمع الصلاتين واغتسلي لشدة الحرج عليها أنها تغسل الدم الذي أصابها بين الصلاتين. أنا ما أدري إذا كان هذا كلام واضحا. يعني عندما تكون المرأة كما قالت أم حبيبة إنما أثج ثجا، لا ينفع، لا نفع معها الكرسف القطن، ولا نفع معها أنها استثفرت وشدت على نفسها، ما في شيء أبدا، كل ذلك لم ينفع. يعني مهما وضعت يستمر الدم حتى يعني يمتلئ ما وضعت من الحفاظ ثم يبدأ يقطر الدم. إذا كانت هذه الصورة ما الذي سيحصل عند يعني التفكير فيها؟
ستشعر أنه ما الذي سيحصل من صلاة الفجر مثلا إلى صلاة الظهر؟ ما الذي سيحصل مع تلك الثفيرة؟ ستمتلئ. وإذا امتلأت ما الذي سيحصل؟ أين سيذهب الدم؟ سيقطر فيمتلئ البدن من الدم وهي تجلس وتقعد وتقوم وتتضجع. فإن اغتسلت راحت نفسها، ماذا نفعل؟ نقول اغتسلي كل صلاة حتى تنتهي من هذا الدم. نحتاج حتى لو توضأت، ما ينفع أن نتوضأ ويبقى الدم على الجسد، تحتاج أن تغتسل. فإما أن تغتسل لكل صلاة أو يقال لها اغتسلي للصلاتين معا، الظهر والعصر، صلاتين المغرب والعشاء، الفجر لا يمكن جمعهم، تغتسل للفجر. أو أنها توضأ لكل صلاة بشرط أن تحاول المحافظة على إيش؟ على نفسها من الدم لا يصيب جسدها، وهذا الدم يسيل، دم شبه الدم المسفوح، فهو نجس بخلاف الدم الذي يخرج من جرح الإنسان، فإنه ليس كذلك. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخفعمي عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. يعني المقصود من كلام السمن أو الزيت مع الصوف أو القطن، ما الذي يحصل معه؟ يمنع تسرب الدم. الآن أطباء إذا كان واحد عنده التهاب في الأذن يقول له اتخذ قطعة قماش من القماش وليس من القطن هذا، وضع فيه زيتا، وضعه في أذنك واغتسل حتى لا إيش، حتى لا يتسرب الماء إلى الأذن. لماذا لا نضع القطعة من دون ما نضع الزيت؟ لأن القطن ستتشرب الماء ثم تصبح موصلة للماء. هذا هو المقصود من هذا الحديث، أن تضع في الصوفة زيتا أو دهنا أو سمنا ثم تضع ويمنع التسرب، لكن هذا يمنعه إذا كان ليس بالحجم الذي ذكرنا عن أم حبيبة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: إسناد الحديث ضعيف، ذكرونا إذا نسينا مثل ذلك. نعم، إسناد هذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب من قال تغتسل بين الأيام. حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. باب من قال توضأ لكل صلاة. تغتسل في الأيام يعني في أيام الاستحاضة، وهذا يبدو أنه لا يختلف عن السابق، يعني تغتسل في الأيام يعني كل يوم مرة. ما الفرق بينه وبين التبويب السابق؟ اللفظ فقط، واضح؟ نعم. إن شاء الله بعد كتبتم يا أخواننا الخيار، من لم يكتب خياره فليكتبه.
أنه تغيرت الأمور كأنها انقلبت الأحوال. عجيب، يعني بقي ممن كان يقول، ولا في ناس غيبين، بقي ممن كان يقول بنقل الدرس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فقط، العفو ثمانية تسعة هذان أيضا، لكن هذا في تفصيل في سؤال زائد، وهذا فيه رغب أن يكون درس يومين فقط توفيرا لأجرة المواصلات وشكرا. وهنا قل يا حسان عد كثيرة، بستطيع عد لعشرة بعد هيك هل يجوز للمستحاضة أن تصوم؟ طبعا تصوم. ما رأيكم في من يقول إن لكل بلد حكم خاص؟ قلنا احنا بالنسبة للأسئلة نحاول انه الأسئلة تكون في ايش؟ في الموضوع، ان يكون ان لكل او ان لكل بلد حكم، ان لكل بلد حكما خاصا في الخروج على الحكام، فمثلا يجوز الخروج في بلد معين ولا يجوز في بلد اخرى، فما رأيكم بارك الله فيكم؟ طيب واحد يذكرنا اذا بقي من الوقت ما يكفي للأجوبة نجيب على هذا، يحتاج إلى جواب مفصل. ما المقصود بأن الحفاظ عن الزهري لم يذكر قوله لكل صلاة مع أن أبا داود قال معمر ويونس وإبراهيم وابن سعد عن الزهري بمعناه؟ بمعناه يعني لكل وضوء، وضوء لكل صلاة وليس الغسل لكل صلاة، أي الحديث الذي قبله فيه تغتسل لكل صلاة، لا ليس في الحديث تغتسل لكل صلاة، بل كل هذه الحديث ليس فيها تغتسل. راجع الأحاديث كويس، فضل يجعل يوم من درس الثلاثاء في يوم الأحد، هذه صار عشرة، هذا 14، إذن يبقى كما هو حتى يستطيع أصحاب حملة نقل يوم الأحد أن يحشدوا. ما أدري دفعت لأحد شيء ولا أنا أخشى أن يكون فيها شغلة فساد إداري ولا شيء حولك على بس الشباب مساكين قاعدين بيقطعوا مسافات طويلة، وانت بتيجي من البيت وبتدحدل بتصير في المسجد. الله المستعان. طيب نعود ان شاء الله تعالى الى الدرس. احنا وين وصلنا حج؟ باب من قال توضأ لكل صلاة. باب من قال توضأ لكل صلاة يعني بدون غسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال توضأ لكل صلاة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو، حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو داود: قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة. قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة: توضأ لكل صلاة. يعني شعبة رضي الله عنه
قال عن عائشة وبعدين ما كمل الرواية فلا إشكال، لكنه ثابت عن عائشة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث فيه فائدة ماذا؟ قضية المميزة. إيش قوله المميزة؟ من يقول لي؟ تفضل. التي تميز دم العرق عن دم الاستحاضة. ما تبغى العرق عن الاستحاضة؟ العرق عن الاستحاضة. دم الحيض التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بأي شيء؟ إما بلونه وإما بريحه أو بكليهما. وهذا الحديث صرح. ماذا قال؟ قال إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، يعرف يعني يعرف بلونه، أو رواه بعضهم يعرف، يعرف أي يظهر له عرف وهو رائح النتن. الدم فمنتن معروف عند النساء تعرفه. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. قلت إيش ذلك؟ نعم. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، مش مضبوط عندنا. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. إذا كان الآخر يعني ليس الدم الأسود الذي يعرف، فتوضئي وصلي، أي توضئي بعد أن تغتسلي من الحيض. فليس هناك بين هذا الحديث من الحديث السابقة أي خلاف، واضح؟ وهذا الحديث كما ترون صحيح، طبعا تقدم معنا. نعم. وأوقفه شعبة، توضأ لكل صلاة، لكن هذا ما هو متصل بهذا الشكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. حدثنا نعم. عبد الملك، هذا فيه عكرمة عن أم حبيبة بنت جحش. الحديث أصله ثابت فيما سبق، لكن هذا الإسناد ضعيف لانقطاع بين عكرمة وأم حبيبة، فإنه لم يسمع منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثني عبد الله بن وهب، حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. نعم. قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس. هذا وين قول أبي داود؟ لؤلؤ. لا عندك أحمد؟ طيب، إذن قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس، يعني هذا قول ومذهب الإمام مالك. طيب، هل المقصود بهذا القول لا تتوضأ إلا أن يصيب حدث غير الدم، يعني في أثناء اليوم كله، يعني واحدة من الصباح إلى المساء تهريق الدم وما أصابها حدث غير ذلك الدم، لا تتوضأ؟ على هذا لا تتوضأ. هذا القول قال أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم، هذا مخالف لما كنا ذكرناه، ولكن الظاهر والله أعلم اللي هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن لا نقول يعني ظاهر تشككا، لكن الأمر يختلف في فهمنا، لا نقول أن فهمنا هو الحق الذي لا مرية فيه، لكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ لكل صلاة وعلى الأقل لكل صلاة فريضة، فيكون هذا الرأي فيه نوع من التسامح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، وأخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. باب المستحاضة يغشاها زوجها.
حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا معل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي حدثنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. نعم. أما حديث الصفرة والكدرة قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الصفرة والكدرة في أثناء وقت الحيض من الحيض، فلو أن امرأة لم ترى إلا الصفرة والكدرة لكن في وقت الحيض وكانت معتادة كالتصل الذي ذكرنا فهي حيض، أما خارج وقت الحيض فليست من الحيض بل إنها من الطهر ويكون هذا من الاستحاضة أولا. ثانيا إذا كانت مستحاضة فالفتوى الصحيحة بلا شك أنه لا مانع من الجماع، وإن كان قال في ذلك بعض أهل العلم لأن الدم موجود وهو أذى، لكن الراجح أن الأذى المقصود هو الأذى الذي يحصل بالحيض فقط، يعني دم الحيض فقط هو الذي يوصف بأنه أذى، أما دم الاستحاضة فليس كذلك. وذكرنا أن عكرمة رضي الله عنه أو رحمه الله لم يلقى يعني لم يسمع من أم حبيبة في الظاهر، وبالتالي في الإسناد فيه انقطاع، لكن الجواب أن هذا جواب صحيح ولا شك. طيب، يعني فيما تبقى من الوقت ما أظن أنه في وقت كافي لقراءة بقية هذا، نجيب عن السؤال، نعود نذكر السؤال: ما رأيكم شيخنا في من يقول إن لكل بلد حكم يلازم حكما خاصا في الخروج عن الحكام، فمثلا يجوز خروج بلد معين ويجوز في بلد أخرى، فما رأيكم بارك الله فيكم؟ الجواب أن القضية ليست متعلقة في بلد أو بلد أخرى، القضية متعلقة في الحكم. إذا كان الحاكم المسلمين مسلما، ومعنى مسلما يعني يدعي الإسلام، معنى مسلما إيش؟ يدعي، قل أنا مسلم بس يدعي الإسلام، فإن هذا الأصل فيه أنه لا يحل الخروج عليه مهما كانت الأسباب. أما إذا ثبت كفره وإن ادعى الإسلام، إذا ثبت كفره وإن ادعى الإسلام لكنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك إلا أن تروا منهم كفرا بواحا، فإن هذا يخرج، هذا لا يحرم، ليس في الحديث ما يدل على وجوب الخروج عليه، لكنه ليس في الحديث ما يمنع الخروج عليه، فيبقى الأمر في السياسة الشرعية في النظر في المصالح والمفاسد. فعند تزاحم المصالح والمفاسد لا بد من تقديم المصلحة الراجحة وتفويت المفسدة المصلحة المرجوحة، لا بد من درء المفسدة العظيمة مع احتمال المفسدة الصغيرة، وهذا الأمر لا يكون لعوام من الناس كما يحصل الآن، وإنما هذا الأمر يرجع فيه إلى خواص العلماء في كل بلد، أو إذا لم يوجد في تلك البلد من العلماء ما يكفي فإنه ينتقل إلى العلماء الذين يعرفون بسداد رأيهم في النوازل والأحداث اللاحقة، وبالتالي لا يكون خارجيا إذا خرج على من هو كافر كالقذافي والأسد، لكنه يحتاج إلى النظر في العواقب، فإن كانت العواقب أقل مفسدة مما هم عليه فلا مانع من الخروج وإلا فلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا.